كابتن أيمن، بماذا تصف إهدار أوباما للفرص التي أتيحت له في لقاء اليوم؟ بالاستهتار أو عدم التوفيق؟ أنت راجل شراني يا إبراهيم. ليه بس؟ كده شراني وبتجرني إن أنا أقول كلمة خالص. أنا بسألك سؤال وأنت المفروض تجاوب. قول له العنوان. ما أقدرش أقول. قول العنوان. اتفضل بيه عمرك كله. شفت إنك شراني. ماشي يا إبراهيم. ماشي يا جريشة. لا هو طبعًا أوباما غلطان في حق أوباما. أوباما يجب أن يستعيد وعيه الفني ويستعيد وعيه بدرجات تركيز مختلفة. لازم يستعيد ثقته بنفسه. أوباما مش معقول عايز يجيب جون في عز وقت صعب هو بيمر بيه، وعايز يجيب جون صعب بيطول في الكرة بيحاول يعمل منها فرصة غير عادية. دي الفرصة دي والفرصة التانية اللي ضيعهم، كان ممكن يحط دي في الدقيقة عادي ببطن رجله سريعة قوية جدا ويخلص من التانية. الكرة دي كرة جون، كرة جون، وراح للجون وحب يعمل فيها شو مختلف. لكن هارد لك يعني هارد لك، لكن أوباما محتاج يعرف ان أوباما بيمر بأزمة ولازم يصدق. هو محتاج جون، محتاج لعبة حلوة، محتاج تركيز، محتاج يستعيد علاقته بتيشيرت نادي الزمالك، محتاج يستعيد علاقته بثقته في المدرب فيه، محتاج يستعيد علاقته وثقة الجماهير فيه. أوباما مهم قوي يفهم ان هو لعيب عنده إمكانيات كبيرة، لكن اللي طالع منه أقل من حقيقته، ده نتيجة حاجات في دماغه. لازم يغير أسلوبه. بليز، هو محتاج دعم كمان من جوه الفرقة، محتاج دعم من المدير الفني أو إذا كان معهم لايف كوتش أو كده. أوباما محتاج دعم، إمكانياته قدراته مهاراته تدي أكتر من كده بكتير، هو بعيد قوي. أنا عايز ليه تعليق اتفضل جوه المباراة وبرضه يتفهم بالطريقة اللي أنا عايز أوصلها لك. أنا عجبني على غير العادة اتنين النهاردة. مين؟ جوميز عارف يغير لأول مرة تغييرات كلها مظبوطة بتأثير جوه المباراة، وعمل أربع تغييرات والأربعة كانوا يعني الدفع بالناشئين. برافو. وأنا عجبني وعمار ياسر ومحمد عاطف وبريم انضاي، عجبوني قوي الأربعة عجبوني. وعجبني على غير العادة انضاي، ده مش نضاي، ده انضاي عايز يدي رسالة تانية. أيوه. ده الراجل جايب جون وعامل أسيست وكل كرة كان ليه تأثير. نضاي كمان الاتنين دول على غير العادة عجبوني بصراحه. يعني ده عمل اسيست وجاب جول، يعني انا بقول لك الاثنين اللي عجبوني على غير العاده. أيوة. دايما جوميز تغييراته مثيره بتدي تاثيرات احيانا قد تبدو سلبيه او بتدي تاثير سلبي. النهارده التغييرات كلها في ظل انك بتلعب منافس قوي قوي، يعني انت بتتكلم الجيم كان متكافئ. انت لما تتفرج على الجيم من غير الاهداف قد تجد فيه نسبه تكافؤ عاليه جدا. السيراميكا يكسب عادي، الزمالك يكسب عادي، الا هذا اللص الشريف اللي اسمه زيزو. أيوة. اللي يجيد فن سرقة النقاط. دائما زيزو تحس ان هو زورو في الملاعب، عارف زورو ده اللي كان بيعمل زاد دي اللي هو اللص الشريف انتوني بانديرس. في زيزو اللص الشريف. أيوة. دائما يجيد فن اقتناص النقاط لنادي الزمالك. دائما له تأثيره، دائما له وجوده الفني، دائما له ذكائه الفني. لعيب تستمتع بكلمة 90 دقيقة معاه. دائما الكرة مع زيزو مصدر خطورة، مصدر فكرة هجمة، مصدر فكرة جون. دايما يفرض سيطرته ازاي على المناطق دي. يعني دي ملاحظاتي. يعني اذا كان خرجنا بره موضوع اوباما واديت ملاحظات، في اختصرتها في اعجابي الكامل بالثلاثه دول.